عهد علينا بيقولوا ما من عيده يلي بده يعادينا عم يحفر قبر بيده نخوتنا وشهامتنا جوهر أصالتنا عزتنا وكرامتنا كرامة حارتنا بالحق بيوت بتعلى يلدق لعزو هيبة بالحب قلوب بتحلى يشهد للعالم خطيبة طب ديار ونافورة زي عمر بجورية ياسمينة فوحة كورة حارتنا الشامية مصطفى شريف لا اهلين ولا سهلين ابو النار خير شو في اسمع يا ابو النار معك جمعة واحدة وبترحل انت وعيلتك من الحارة كلها خير شو صاير مثل ما سمعت ولا تخليني اغلط بحقك ليش انا مش اغلط بحقك هلا غلطت ولا ما غلطت ما عاد في حكي بيناتنا بنوب ومثل ما قلت لك جمعة واحدة وما عاد بدي اشوف وشك بالحارة كلها لك عم اقول لك شو غلط في حقك بالناس كلمه يا عقيد حارتك لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم شو بو هذا القلب علينا والله ما بعرف يا ابي ما بعرف لك ليكون مقروما بعتان امك لعندهم على البيت مشان تخطب بنته والله ما بعرف شو السر يا ابي والله ما بعرف لا وين بدنا نروح وين بدنا نروح خلص اقعد يا ابي لا تعصب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم شو البلاوي لك شو علينا هيك قال عم بيدوروا على السلاح لك شو ها إيش مفكرين الحارة سكنة عسكرية لك الله لا يوفقهم على شغلهم فاتوا على البيت نكتوا غرفة شكري نكتة الله مولاها ما خلوا غرض على غرض حتى فرشة تخته ما سلمت من بين إيديهم وليش غرفة شكري وفرشته خصناص؟ قال عم يدوروا على سلاح هو يقبر قلبي ماله بهالوارد منوب بس من وقت قصة المغضوب محجوب الكندرجي شكوا فيه وما نسيوا لهلا ولك يضربوا شو قليلين مبدأ ومفهومية شو دخل هديك القصة بهي القصة؟ هذا اللي صار تقبر قلبي سهيلة لهلا عم تشتغل فيها وترتب له إياها الله يخلي لك إياها ويسلمها والله ما في منها ما علينا ليلي شو صار بموضوعنا؟ إن شاء الله البنت وافقت
وافقت. ألف مبروك. وتشاورنا نحن وأبوها، وإذا الله عطاكم نحن عطيناكم. ليش؟ الله يبشرك بالخير، فرحتيني. نتكل على الله لك ونعم الاتكال. معناتها بنحدد كتب الكتاب وبنرد لكم خبر، وكل شيء بقيان بنتفق عليه. ولا يهمك ام رمزي، انا بعرفك وبعرف اصلك ومعدنك، وبعرف انه بنتي رايحه من بيتها لبيت اهلها. ايه هلا بدي ابو النار وعيلته يطلعوا من الحاره يا زعيم. ممكن نعرف ليش؟ ما حدا يسالني بنوب. طيب ما بدنا نعرف شو مساوي ابو النار لحتى عم تحكي هذا الحكي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شو الصوت ابو مصطفى؟ غريب، لازم نشوف ابو النار لحتى نفهم منه شو صاير بيناتهم. ضروري. تفضل. شو هذا؟ شو ابو مصطفى شو عامل معه عقيد ابو النار؟ لازم اعرف شو فيه. بدكم شي يا مو؟ تعال هات البشاير. ايوه في بشاير بالنص. يا عسير يا ابني البشاير، بتذكرت شغلي. بدنا نشكر اختي سهيلة، يعني الغرفة مغلفطة غلفطة، لو نعرف هيك بده يصير من زمان شفنا هون يفرشوا. كنت بلغت ايدي لانه عم بشتغل فيه. الله يسلم الايدين، وان شاء الله بنكافيكي بيوم فرحك. راحت علي اخي، مشي الحال. كتر خيرك. وخيرك اختي. ايه يا مو، بالنسبه للبشاره انا بعرف شو هي، الجماعه اعطونا. لك تقبر قلبي، طالع فتح مثل امك. يا ستي ان شاء الله بتهنى وعقبال سهيله. امين يا رب. ايه امتى بتحبوا نكتب الكتاب لنرد خبر للجماعه؟ امتى ما بتكون انا جاهز. شوفي امتى بيناسبه واتفقي انت وام بسام. مبروك اخي. الله يبارك فيك يا حبيبتي. وانا من بكره بروح لعند ام بسام وبنتفق انا وياهم. على بركه الله. عاوزين مني شيء؟ سلامتك. يلا خاطركم. الله معك، مع السلامه. تقبريني عقبالك ان شاء الله. انا عندي خبره بالتحقيق ولي معارفي. إذا بدك بحكي معهم مشان يضغطوا على جماعة الكراكون يعجلوا بالضبط. والله ما بعرف شو بدي أقول لك. على كل حال رح نشوف شو بصير معنا. إن ما توصلنا للقاتل رح خبرك. أبو عزام، هاي الفوضى اللي عم تصير بالحارة بدك تنتبه منها. شنو إذا هملتها رح تكبر القصة كثير. أنا هذا اللي خايف منه. إن شاء الله ما بيصير شيء. حاجتنا باللي مر علينا. يا جماعة، كل ما لا عم تتعقد، وخصوصي بعد ما فشل الكراكون بالتحقيق. أنا متوقع شيء يا سيد أبو نبيه. أهل حارتنا معروفين ومعدنهم طيب، بس في ثغرة صغيرة هيك هي اللي عم تخرب جو الحارة. يعني أبو عزام بيقصد إنه في شخص أو اثنين عم بيخربوا بالحارة كلها. مزبوط هذا الحكي يا مختار، كل بيت وإله مزرابه، وبكل حارة في واحد أو اثنين عاطلين. يا جماعة، قد ما كان القاتل عم يحسبها إلا ما يوقع. إن شاء الله يكون هيك لحتى نخلص من كل المشاكل. إن شاء الله يا رب. ليك هاي الفرنساوي قديش قعد بهالبلد طغى وتجبر وفكر حاله إنه بحياته ما رح يطلع، ليكو رح ينسحب. بعدين أنا مبسوط منكم كتير شنو ما خليته يفوت مرة تانية على الحارة. إن شاء الله ما بنشوفه مرة تانية. لك ما حزن بنوب، بنوب ما حزن. بده يعني يترك الحارة؟ لك ما فشار؟ بس أنا اللي شفته من حرمته غير هيك يا رجال. شو شفتي من حرمته؟ أهلت وسهلت فيني، لو كنت أختمو هيك. لك وإذا أهلت وسهلت؟ أنت بتعرفين القول والشغل للرجال، ولا عم تغشمي حالك يا وفاء؟ والله ما بعرف شو بدي أحكي. خالتي، رجعي روحي لعندها بكره واستفهمي شو القصة، بركي بتقدري تعرفي جوزها شو قايل. شو رأيك روح بكره؟ لا لا تروحي، وأنا بعرف شو اللي صاير.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا عمي فتحي خير أبو مصطفى؟ شو الموضوع اللي كان بدك يعني فيه؟ قرب لعندي شوي. كان بدي أسألك مشان موضوع ذهباتك، بين معك شيء؟ لا والله أصلاً نسيت القصة كلياتها، حتى الكركون لألا ما طلع بيده شيء. ليك طلع هديك الطاولة اللي ورانا بس بدون ما شلع حدا، في عليه شخصين، واحد اسمه شكري والتاني أبو خطر. شفتوا شو بقوا؟ هذا اللي مع شكري اسمه أبو خطب، واللي بعرفه عنه إنه على قد حاله، بس هالكم يوم بين علي العز وقلبي نازني منه، فقلت لحالي بخبرك. شو العلاقة بسرقة الذهبات؟ قصدك إنه هو اللي سرقني؟ إيه، مشان هيك بدي إياك تروح على الكركون لعل وعسى يطلع هو. بس وعك يا فتحي، اوعى تقول انه انا يلي قلت لك. اعوذ بالله، ما رح اخبر حدا، بس ان شاء الله يا رب يطلع هو. عم نبهك فتحي انا. والله بلش الفار اللي عم بيعبي، تعري رايح دغري خبر الكركون. قول يا رب. السلام عليكم. الله معك. والله حرام، حرام اللي عم يصير ببيت ابو عزام. بيطلعوا من مصيبه بفوتوا بمصيبه. على حد علمي أبو عزام كل الناس بتحبه، من وين طلعوا كل هالأعداء له؟ والله ما بعرف. أنا مثلكم، يلي بتعرفوه أنتو بعرفه أنا. الحمد لله ما صابته الرصاصة، ولا كان لا سمح الله كنا خسرناه. أي والله، معقول في ناس بهالفظاعة؟ يعني قتلوا الإبن وعم يحاولوا يلحقوا الأب فيه. والله كانت المسكينة وسيلة، فقدت عقلها وجنت. كش برا وبعيد، الله يجازي يلي كان السبب بموت عزام. يا فرحة ما اكتملت. وداد سكري على السيرة، أنا ما عرفت إمتى بلشت أنسى. معك حق، تقبريني خلص سكرت. الله لا يوفق كل واحد ظالم ببكي أهل على ولده. يا مو، مو ضروري تروحي هلأ، خلص كم يوم بتروحي. إن شاء الله يا مو إن شاء الله. شو صار؟ يا مو هي عادتها لسناء، دايما بتوقع الطناجر والصواني. ايه قومي يا مو، قومي اطمني عليها وشوفي شو صاير معها. يا سيدي انا شاكك فيه. بعدين هذا واحد اندبوري ما معه ولا فرنك، وقاعد عم يتبهلك بالحرر طول الوقت. يا ولو انت كان بغضب قاعد يصرف من كيسه. هيك معناها تضليل للعداله. وعندها والعود والمعبود لشدك فلق. ليش شدني فلق؟ شو عملت لك انا؟ بعدين بركي طلع هو، منكون صدنا. زين. وين ما اعترف؟ والله بيكون مو هو، وهيك هيك ما بنخسر شيء. شو رايكم روح اشحطه قبل ما يطلع برات الحاره؟ ايش علي، يجوز اللي يقوله فتحي صحيح. ماشي. وين موجود هلا؟ بالقهوه قاعد مع شكري. هاي بابا هاي وقاعد مع شكري زاد. شو رايك جيب لك شكري معه؟ لا 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 لا، مالي كيف اشوف وجهه الردي يجفى بغضب وحيده. رايح جيبه. يلا. ولا كمان. السلام عليكم. غير بدك يا بضاي؟ سلامة قلبك. بس سؤالك عيدو. مرني. شايفك اليوم عم تتشفتر علينا زيادة، ليش؟ مشان توب القماشي وعدني فيه. كان عرضه توب القماشي، نارك مقصوص ومقيوم محطوط على جنب، روح خده. مراته ما لقيتها؟ لا عمو، امتى مرات؟ امبارح. امروح بكره. اكيد بكره؟ بكره بكره. ابو غضب. عندي عيدو. انت علينا. نارا يا عيدو. زيتك. الف مبروك يا شريف. الله يبارك بعمرك. وامتى كتب لك تا؟ بكره اذا الله راد. الله يتمم على خير. عبالك أبو غضب. والله بدها يا شريك، في أحلم منها هيك حرمة تكون عم تتفتل بأرض الديار قدامك وعم تقوم بواجباتها. شو بك شريك؟ حاسك معكر. بتصدق بي الله عكرني هالعيدو. Thank you.
خير ابو نجاة؟ خير يجيك ابو غضب. شرف معنا. لوين بدي اروح معك؟ بدنا نستضيفك عنا. سعد شكري يلي نستضيفه شلون ونكرمه. بنواص كلمه ابو نجاة معيتك. لوين رافدينه؟ بلا لعي فاضي. شحطوه. انا بمشي لحالي. اسمع شكري، ما تفتكرني انا نسيانك. بحياتك حاطك ببالي وجايك الدور. وينك ابو نجاة؟ اذا ثبتت علي شيء الك عيني هي قبل هي. لك انا اللي بثبت عليك. انا المشار. ما بدك تحكي؟ الله كيلك ما بعرف. رح تضل تاكل قتل لتحكي. احكي لشوف. ما بدك تحكي؟ اخوت. بدك تعترف. بدك تعترف. وين انت؟ لك وين انت؟ كيلك ما بعرف شيء يا سيدي. بتعرف ولا ما بتعرف؟ احكي لشوف. الله كيلك ما بعرف شيء. وين انت؟ كله ما بعرفه. اخوت. يا ترى شو عامل ابو غضب؟ لا عمى شحطوا شحطت الكلاب. طيب ليش ما اخذوني معه؟ معناها هالشغله بتخصه لحاله، انا مالي علاقه فيها. ايه اكيد هيك. يلي صار انه انا ما بدي افضح حالي بين الناس. وقول انه كانت عم تحكي معه بالحواري. بس هي ما حكيت معه. صدقني هالشي ما صار بنوب. لا صار. صار. بس انا ما حبيت اعرف منها شنو رح يطلع خلقي عليها واضربها ويمكن تروح بين ايدي اذا اعترفت انه كانت عم تحكي معه. يا رجال ما صار شي من اللي عم تحكيه ابدا. أنا مصدق. شنو بنتك ما حكت لك مو هيك؟ إيه ما حكت شي ولا. لازم أنتي تعرفي منها بدون ما تقلك. بتعرفي ليش يا ربيعة؟ ليش؟ لأنه أنتي أمها وأنا ما فيني أحكي معها بهيك مواضيع. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. لك الله ياخذني مشان أرتاح منك ومن بنتك. بعد الشر عنك. الله يرضى عليها المديحة. ست الستات. عليم الله يا أبو رسمي، أختك إذا بتنحط على الجرح بطيب. الله يوفقكم ويخليكم مع بعض. تسلم لي يا أخي. والله أبو قاسم سيد رجال مدلل لي دلال غير شكل. الحمد لله اللي الله وفقكم وجمعكم مع بعض وعقبال الخلفة الصالحة يا رب. الله يسامحك بعد هالعمر؟ لساتك صغيرة، شو عم تحكي أنت؟ الله كريم يا مديحة، خلي أملك بالله. ونعمة بالله. الله يبعث لكم الأيام الحلوة. يا آمين. عمتي، يعني هلأ لما بدك تجيبي ولد رح تسميه قاسم؟ أنت عمري قلبي إن شاء الله، من تمك لبواب السما يا رب. أنا وصغير بينادولي أبو قاسم ضل لابسني هالاسم للوقت هذا. إيه الله يطعمك يا عمي ابو قاسم، انت وعمتي توم صبيان وتوم بنات. الله يسمع منك يا رب. يا مو توبي قلبي، شوفي هالفستان اللي جبت لك اياه للعيد يا مو، حلو ما هيك؟ يا مو توبي قلبي، شوفي شو جبت لك فستان للعيد يا مو، حطيه عليك بجنن. إن شاء الله بتقبري قلبي. الله يخلي لي إياك يا ماما ولا يحرمني منك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بنتي يا رب يا رب. صباحك عابدين. اهلين اخوي، طمني يا شو اخبارك؟ الحمد لله دايما وابدا على كل شيء. الحمد لله. اللي شو انت لسه ناوي تعمل عرسة بكره؟ والله هيك اني بس بكري بدي اطلب منك طلب وخجلان منك. ايش هالحكي هاد لك عابدين؟ انا مثل اخوك الكبير، قول اطلب اللي بدك اياه. لك على راسي يا اخوي، لازمني كم ورقه؟ المصاري اللي معي ما بيكفوا. ايش عد لازمك؟ 100 ورقه. شو 100 ورقه؟ ليك اخوي، يعني اذا ما معك 100 ورقه اللي بتقدر عليه. تكرم لك عابدين، طالع عنا المساله اعطيك حاجتك. بس ليك بكري، لا تعطيني اياهم قدام مرت عمي، ما بدي انحرج منها. خلص مثل ما بدك. على راسي اخوي، ليك بكري بعد العرس بسدد لك اياهم من شغلي. لا تاكل هم، ما راي اطالبك فيهم. لك على راسي يا اخوي كبير. سلام عليكم. عليكم السلام. زحمه طنجرتي بيضة بيضة، طنجرتي نحاس، طنجرتي كلها ذهب وألماس. كرم واقفين. يحيى خلص لا تلحقني إذا بتريد. لك شبك شو صاير؟ يحيى لا عاد تحكي معي إذا بتريد. قلت ليش ما بدك تحكي معي؟ أبي شافنا وعرف إنه عم نحكي مع بعض، لا عاد تلحقني يلا. يا لطيف، لك شو هالمصيبة؟ شو كنت عم تحكي انت وبنتك؟ ما حكيت شي. شو كنت عم تحكي معها؟ سألت اذا في شي بينه وبينه ونكرت كل شي قلته عنه. هيك لك ايه ونك ربيعة، هذا الشاب انا شفته واقف قدام باب بيتنا، مشان هيك ما حبيته ولا رح وافق عليه. انت حر ابو مصطفى، لا تحبه بس هي موافقة. ولك شو عم تقولي انت؟ يعني كرم حبيبته عم بتشوفه؟ المي عم تمشي من تحتي وما انا عرفان بشي؟ طول بالك يا رجال، القصة مو هيك. استغفر الله العظيم، يعني لسه في كلام تاني ما قلت لي اياه؟ يا أبو مصطفى، الشاب ما حاكاها لبنتك، شافته وشافها من بعيد وتفاجأت إنه أمه أجت وطلبت إيدها وفرحت لأنه شافته شاب مهذب وابن عيلة. ابن عيلة قلتي لي. قول ما بدك تعطيها وخلص، بس لا تنسى إنه بنتك صارت فوق ال 25 سنة واللي قدها اتجوز وصار عنده أولاد. ماشي ماشي. الله يسر لك هالجواز يا بنتي. الله يسر.
الله يوفقك يا شكري. عم تقدر فيني يا واطي. بسيطة. اليوم راح افتح دكاني وبلش شغل. بصلاة محمد عم تحكي جد؟ ايه عم بحكي جد. ايه الف الحمد لله يا بي. بالدقيقة او بالثانية عم نستنى حتى ترجع على الشغل. يا بنتي انا الشغل بيريحني اكثر، بعدين انا مو معقول يضل بلا شغل. والله هذا الكلام على عيني. يا ستي بعين الله بعين الله. ما لنا غير الصبر. بس بدنا الصبر. يلا صابرين. مو طالع بالإيد شيء إلا ما تنزاح الغيمة السوداء. بإذن الله. والله الأيام عم تركض ركض ونحن ما لنا قدرانين نعمل شيء. الله يديمك فوق راسنا وما بدنا شيء تاني. الله يسلمك يا وسيلة. الله يسلمك. يلا عنا زبون. يا بي شو بدك يا بي؟ نحن منحبك كثير. وأنا بحبكم. والله اشتقت لضحكتك. لك تسلمي لي، تسلمي لي، تسلمي لي، تسلمي لي. لك ليه عم تبكي؟ الله يخلي لنا إياك يا بي، الله يخلي لنا إياك وما يحرمنا منك. ليكني ها؟ أنا عم بتبسم لك. الله يخلي لنا إياك يا بي. الله يخلي بالك. طولي بالك، طولي بالك، طولي بالك يا رب. اه اهلين يا ابي. حدا سأل عني؟ لا لا ما حدا سأل عنك بنوم. روح وصي على الحلويات منشان كتب الكتاب ومر عند الشيخ عبد العليم خليه يجي بعد صلاة العشاء. ايه شو عليه؟ يلا خاطرة. الله معك الله معك. الله يتمم على خير ويهدي بالك يا شكري. كيفي مزكي؟ شو؟ شلون جوازتك من ابو معروف؟ الحمد لله ماشي الحال. الك الدغري ما كنت حابه هالجوازه، لكن شو بدي ساوي؟ اجى النصيب وتجوزنا. ليكون عم يعذبك. اه انا يعذبني؟ بيسترجي ليش؟ انا مزكي حبيبتي، مزكي انا. تفضلي خالتي مزكي. تفضلي. اكيد سموها الايدين يا حق. الله يسلم ايديك يا امو. قلت لحالي اكيد ام زكي مبسوطه بجوازتها مشان هيك ما عدنا شفناكي. يعني هو انا مبسوطه بس مو مثل ما بدي. يو شو اللي معكرك ام زكي؟ ضرتي ضرتي يا خيتي، مو مريحتني. الله لا يريحها لا هي ولا بنتها يا حق. ايه سعي لها بجوازها وخلصي منها. ولي على عيونها مين بده ياخذها هي؟ مين بده ياخذها ام لسان طويل؟ انو اعمى اللي بده ياخذها بس قولي لي. لا والله كل شيء ولا طولة لسان. يا لطيف أنا أعمى قلبي اللي بده يقرب على وحدة لسانها طويل أطول منها ولي على عيونها. يا الله يبعث نصيبها يا حق ونصيب كل بنات الحارة. آمين يا رب العالمين. بركي بتريح لي مقي أنا وأبو معروف. شو بدي أقول لك أم زكي؟ نعم. الله يخليك وقت بتجي لعندي لا تجيبي سيرة جوازتك من أبو معروف. ليش تقبريني ليش؟ لأنه بصراحة بناتي عم يتحسروا على حاله لأنه لهلا ما إجاهم نصيب. لا إله إلا الله. قال خلي العسل بكواره لتيجي أسعاره وما إجت أسعاره. خليه قاعد لحاله، خليهم هلا ليجي نصيبه. يا رب يا رب تفتح نصيبه يا رب. ألف صحة وهنا. الله يسلم اليدين يعوض عليك يا رب. الحمد لله. يا بي عبسان
شو نايم؟ أبو بسام؟ أبو بسام شو نايم؟ يا بي النعوسة إذا أجيت بتغلبوا العنتر يا بي. إيه واضحة يا بي. إيه هذا زبون أخذ منه مصاري ولا نسيت يا بي؟ كربايتك يا بي. إيه شو بدي أنساه؟ كنت عم فكر يا بي بنت عمي من وقت ما خطبتها لهلا ما اخذت لها ولا غرض معي، عم فكر اشتري لها شي هديه، شو رايك؟ ايوه لك بسام والله بعرفك راكز انا، شفت عينك يعني سوق دائر والربع مكركب. معلش يا بي، ناخذ لها غرض صغير بتفرح فيه، حرام خطي. وشو بدك تاخذ لها يا بي؟ والله يا بي ما بعرف، بس على حسب انت قديش بتعطيني. ايوه انت قديش بدها؟ خلي نص ليره مثلا. شو؟ نص ليره؟ لك العبا؟ لك شو؟ ولا ملاقي طميره وانا ما عرفان؟ لك شو توصف بنك؟ لك نص ليره؟ يخرب بيتك شو بدك تشيلها ذهب؟ خلص طول بالك يا بي لا تهز بدنك، اللي بيطلع من خاطرك، ان شاء الله عمره نص ليره. لك يا حوبي، لك يا حوبي انت رجال، لك ما بصير شافت مرا رح تصير حلالك، تضحك بشك ضحكه صغيره، تقوم انت تسخسخ وتدوخ، خذ هيك هي ربع ليرة وزيادة عليك وعليها. كتر خيرك يا بي، فضلت على راسي. ما بيصير لك ابني، ما بيصير، توزن حالك منيح ما تعلموا الناس، ما بيصير هيك، كبر لي عقلك شوي، عيب الحكي. طول بالك يا بي، هي شافت هدية بنجيب لها اياها، رح تصرعنا فيها للقصة. لك ايه رح اعمل لك اياها قصة، لك يا حوبي، لك انت رجال، بكره هذا الكلام بتتذكره وقت بتتجوز، بتقول الله يرحمه يا بي، الله يرحمه يا بي، كان يعلمني منيح. ما بيصير هيك لك ابي. خلصنا يا ابي، ان شاء الله 60 عمره ما اجيب له هديه، وهي الربع ورقه تبعك ما عاد بدنا اياها، يفتح الله. ايه شو عليه احسن. جليخ سكاكين، جليخ قصار، جليخ ورائة شعر، جليخ سكاكين، جليخ قصار. اللي عملته مع أختي كتير عاطل يا أبو معروف. حط بالخرج عمي، حط بالخرج. إيه؟ شو عليه؟ رح حط بالخرج، بس وحياة شواربك على الطيب ما رح تكون مروق بنوب. الله يرضى عليك يا أبو عادل، روح لمحل آخر نسترزق الله، روح حبيبي روح. روح! لك يخرب بيتك شو واطي، حسابك عندي يا ابو معروف. لك روح شايف النمره كثير، روح عمي روح. اي جليخ سكاكين، اي جليخ قصات، جلخاتي جلخ، بلايط شعر، حواجب، جلخ جلخ، هلا بتقولوا جلخاتي كانون، جلخ حواجب، جلخ قصات. السلام عليكم. وعليكم السلام، يا اهلا وسهلا، تفضل عمي، شرف شرف. الله يخليك، يزيد فضلك. سيدنا، اجت لعندكم شي حرمه هي وبنتها، استكروا هون بيت بالحاره. حرمه هي وبنتها؟ ايمتى ذكرني؟ من شي شهر. شي شهر، حرمه ومعها بنت صبيه، تماما تذكرت، ايه، واستكروا عندنا بالحاره هون، وكانت تنادي لبنتها صفيه. هي هي اللي عم دور عليها. الله يرضى عليك. اللي وين ساكنه بنوبك الاجر والثواب. قبل ما اقول لك وين ساكنه بدك تقول لي مين انت وشو بتكلها مشان نطمن، تعرف يعني. يا سيدي انا اخو جوزها للحرمه.
بتروح من هذا زقاق عمي في بيت ابو رضوان، هن بيعرفوا وين هو ساكنه. ايه ايه تفضل. اهل شكر. اهلا وسهلا عمي، شرفت. يلا جايك الدور يا عبد الكندرجي. أنا أبو نبيل يا أخي زران. افتحي. أهلين أبو نبيل. كيفك؟ الحمد لله ماشي الحال. في موضوع بدي أحكي معك، بقدر فوت؟ إيش؟ تفضل. يلا. يا اخي زران داخ راسي وانا عم دور عليكي، ما ضل دلال بالشام لك، ما ضل حاره الا عم بسال عنك فيها. وليش ابو نبيل بيك؟ ليش عم تسال عني؟ قلت لك على الحاره ماني راجعه انا. لا حول ولا قوه الا بالله. اخي زران انت اختي بعهد الله وما راح اتركك لحالك انت والصبيه. كتر خيرك. انا شفته العصمت، كنت يمسح فيه الارض على العمايل اللي عملها معك انت وبنتك. حكى لك؟ حكالي، حكالي على اللي عمله ابنه فخري. اوعك تفكري انه القصه رح تمرق هيك، حسابه رح يكون كثير عسير. استر علي وعلى بنتي، هات ايدك لبوسه الله يوفقك. استغفر الله العظيم، شو هالحكي يا اخي زران؟ انت بنت حارتي، يعني لازم استر عليكي، هذا واجبي. اخ يا ابو نبيل بيك، لو تعرف الذل اللي دقناه، محروق قلبي على بنتي، دمه لفخري ما بكفيني. حسبي الله ونعم الوكيل. دخيلك يا سيدي. دخيلك دخيلك يا سيدي. أنا رجال، إش كان اشتغلت باكل، وإذا ما اشتغلت ما باكل. الله وكيلك، كله من عرق جبيني وتعب عافيتي يا سيدي. جدنا علوق، ذهبات فتحي أنا مخلاتي مباقوا، وإنت البواق. أعوذ بالله، أعوذ بالله يا سيدي، محسوبك أبو غضب. زلمة على الأصلي وما بيحب الزايحة. بعدين يا سيدي، هذا اللي عم تحكي عنه إيه؟ أنا لا بعرفه ولا بحياتي شفته. واللي موصل لك المعلومة الله وكيلك رايد لي المزلة يا سيدي. قل لي لشوف، شبي بينك وبين شكري؟ آه شكري؟ شو بو شكري؟ قصدي رفيقي، رفيقي يا سيدي. شو بده يكون بيني وبينه؟ رفيقي، بنقعد بالقهوة، بناخذنا كباية شاي، نفس أرجيلة، بنحكي لنا زوز كلام، وبعدين كل واحد على بيته. أوف. زين زين، قليبي يقول لي هالنوبة دشرك. الله يخلينا ياك يا سيدي ويعلي مقدارك. بس مرت النوب إن سمعت عنك هيج ولا هيج غير حبسك وخلك يمي لمن ياشلك النمل، انقلع. الله يخلينا ياكن يا سيدي، الله يخلينا ياكن ويعلي مقدارك. خاطرك أبو مشعار. تعرف شو جاي عبالي يا أبو مشعار؟ قل لي شو جاي عبالك يا أبو مشعار؟ أشحط لفتحي على ظهره ومن بيته للكركون، وأقدح وفلقة على دين الكيف. يا ولبي خير من هيك، نساوي له ادعاء كيدي ونشحطه الهين لمن يدفع القريشات. أنت بأمانتي وما حدا بيسترجي مس شعره لا منك ولا من بنتك. والله العظيم ما بعرف كيف بدي اشكرك، لانه مثل ما انك شايف انا وبنتي ضلع قاصر وما لنا حدا. شو هالحكي يا؟ واخوكي محجوب واهل الحاره شو نسيتي؟ لا دخيلك، محجوب لا تقربني عليه، شنو والله بيذبحني. بكل الاحوال محجوب مرق لعندي وحكى لي كل شيء، حكى لي كل القصص القديمه.
لا تخافي، انت بتضلي هلا هون لنشوف لقدام شو بدنا نساوي ان شاء الله. وفي شغله تانية، عصمت حكالي انك انت سارقه من صيغه حرمته، هذا الحكي صار؟ والله العظيم طول فترة خدمتي عندهم ما شافوا مني إلا كل منيحة. خيزران، هذا الحكي صار ولا ما صار؟ صار، بس غصب عني طلعت من عندهم وما عطوني ولا فرنك. شو بدي أعمل أنا وبنتي؟ بس والله العظيم مو قصدي السرقة. مصدقك، خلصنا. أصلاً هو بعضمة لسانه قال إنك أنت وحدة أمينة ولا مرة غدرتي فيه، وهي هي الحقيقة والله. على كل حال أنا لحصير شقشق عليكي وشوف شو لازمك، بس أهم شيء هلا رجع ذهباته لعصمت. إيه بس كيف بدي رجعون وأنا صارفة منه؟ لا تاكلي هم، أنا بعوض اللي صرفتيهم، بس ما بدي إياكي تطلعي بعيون الناس إنك حرامية، صح الحكي ولا غلط؟ صح، يكتر خيرك. خدي هدول خليهم معك. إيه بس هدول كتار؟ بيلزموكي. الله يجبرك يا حق. يلا أنا صار لازم أمشي عن إذنك. بأمان الله. ديري بالك على حالك. ماشي. الحمد لله رب العالمين. إلهي رزقك ويجبرك ويفتح لك باب الرزق يا حق. شلونك شكري؟ لك أهلين أبو غضب. الحمد لله على السلامة. قلت لي الحمد لله على السلامة، وبتعرف تقولك كمان. وليش هيك عم تحكي معي؟ مسكين مسكين يا شكري، ما عندك خبر بشي. أبو غضب، حاجة تقطش وتلحوش، احكي جالس لأفهم رد عليك. مشي، راح احكي جالس. هات لشوف شو كنت عم ساوي بالكراكون. شو بدي ساوي هنيك يعني؟ عم أقول لك في واحد مبلغ عني إنه سارق ذهبات فتحي. لا عم شهامتنا جوهر أصالتنا عزتنا وكرامتنا درجة حالتنا بالحق بيوت بتعلق يلدق لعز وهيبة بالحب قلوب بتحلق يشهد للعالم خطيبة طب ديار ونافورة ضيعة وردة جورية ياسمينة فوحة كورة حارتنا الشامية مهما